حضروا المدارس تدمر بصواريخ ارض ارض على الشعب لانه طلب حريته والله ما هي ثمه شعب ونظام. لقد اخذناها من اللحظه الاولى حرب كفر واسلام لاننا نعلم حقيقه هذا النظام وما هي حقيقته وما هي حقيقه هذه الطائفه التي تحكم. طائفه باغيه الله اكبر عليهم. نسال الله ان ينتقم منهم بحق الذي لا اله الا هو الواحد الاحد.